طيب عايزين نطمن اكتر على حاله الجو، فخلينا نستقبل على الهاتف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجويه بهيئه الارصاد الجويه. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد يا فندم عليكم وعلى كل الساده المشاهدين. يعني احنا طبعا بنشهد موجه برد يعني، وشفنا درجات الحراره يعني منخفضه جدا، فممكن تدينا تفاصيل شويه يا دكتور عن اليومين اللي جايين دول، الجو شكله يعني شكله عامل ازاي، وهل موجه البرد دي مستمره معانا؟ هو طبعا حالة عدم استقرار تشهدها البلاد، احنا شفنا امبارح نشاط رياح ادى الى مزيد من احساسنا بانخفاض درجة الحرارة. النهارده بيزداد نشاط الرياح لحد والاثنين على كافة محافظات او اغلب محافظات الجمهورية، بيزود اكثر من احساسنا بانخفاض درجة الحرارة اللي هي بالفعل منخفضة. على سبيل المثال القاهرة متوقع عليها انها تسجل النهارده 17 درجة مئوية. ولكن مع نشاط الرياح بيكون احساسنا اقل من كده طبعا، على الاقل بدرجتين. خلال ساعات النهار مع تقدم ساعات النهار بيزداد نشاط الرياح، بيكون مصحوبة طبعا بنشاط الرياح المثير للرمال والأسربة على أغلب محافظات الجمهورية، بالفعل قد تصل لحد العاصفة على المناطق والطرق المكشوفة. ده نتيجة انخفاض مستوى الرؤية طبعا على الطرق بسبب إثارة الرمال والأسربة. ثم تسقط فرص الأمطار أو هناك فرص سقوط أمطار، الأمطار هتكون بداية طبعا على السواحل الشمالية الغربية، بداية من مطروح والسلوم مرورا بالاسكندريه ثم باقي محافظات الوجه البحري مساء اليوم. طبعا فترات الليل بتستمر درجات الحراره في الانخفاض بشكل ملحوظ، بتتراوح ما بين 8 درجات و 9 درجات ساعات الليل المتاخره والساعات الاولى من الصباح. فرص سقوط الامطار يعتبر متوسطه غزيره على السواحل الشماليه، وطبعا بيكون احيانا تكون معاها سحب رعديه وتساقط لبعض حبات اخضرت على فترات كده متقطعه خلال فترات النهار. فرص الامطار بالنسبه للوجه البحري والقاهره بتكون مساء اليوم او ليلا، خاصه في ساعات الليل المتاخره والساعات الاولى من صباح يوم الاثنين باذن الله. فرص الامطار مستمره معانا حتى 1200 او يعني حتى ظهر غدا الاثنين باذن الله. معلش يا دكتور برضو عايزين نفكر الناس تاني، الاعلان الرسمي لدخول الشتاء بيبقى توقيته يوم ايه في شهر ايه بالظبط؟ 21 ديسمبر يا فندم يبدا فعليا فصل الشتاء، ولكن مناخيا احنا مستشعرين طبعا نسمات دخول فصل الشتاء واضح في حالة عدم الاستقرار اللي احنا فيها دلوقتي. اعتقد ان هو قرر خلاص يبدا دلوقتي مش كده؟ هو بدا بس يعني دخل بدري شويه. يعني ما ينفعش نقعد نقول ايه لا مش هنتقل هدومنا دلوقتي لحد يوم 21. لا احنا بنتكلم واحنا متقلين. احنا ينفع يعني البدايه الرسميه يوم الثلاث تدشين فصل الشتاء بشكل رسمي. طبعا بشكل رسمي، ولكن طبعا احنا مستشارين انخفاض درجات الحراره من منتصف الاسبوع الماضي. طيب هل مؤشرات انه يكون مثلا يعني احنا عارفين انه الجو برد وحاسين ببرد، لكن بيبقى في شبوره مثلا الصبح، هل ده معناه انه على اخر اليوم او في نص اليوم هيكون في ارتفاع في درجات الحراره؟ يعني الشبوره دايما مرتبطه بارتفاع درجات الحراره ولا مش شرط؟ هي الشبوره عاده بتكون مرتبطه بالاستقرار في الاحوال الجويه. طيب. لكن طبعا اللي احنا شفناه الصبح الى حد كبير كان تعتبر شوائب عالقه ونتيجه اثاره الرمال والانسبه اللي موجوده في الصحراء الغربيه، لان كان في نشاط للرياح. طالما في نشاط رياح ما يبقاش في شبوره مائيه. كده بنربط الشبوره المائيه بهدوء في سرعات الرياح. لكن ايام فيها نشاط رياح زي النهارده وبكره ما بيكونش في شبوره طبعا مائيه خالص. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجويه بهيئه الارصاد الجويه. الشتاء قرر يجي بدري شويه. فاللي حاسس ان هو بردان يتقل هدوء.